تداول ناشطون الأربعاء 8 يناير 2020 على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية المعتزلة نسرين بعد غياب عن الشاشة لمدة طويلة تجاوزت 30 عاماً. وظهرت في الصورة وقد طرأت على شكلها الكثير من التغييرات، حيث بدت وهي ترتدي الملابس الواسعة مع الحجاب. دي أحدث صور ليها، أنتوا إيه رأيكم؟ هل اتغيرت ولا زي ما هي؟ ودي صور أوضح شوية، وهنشوف دلوقتي كثير من الأسرار ومين هو زوجها قبل محسن محي الدين، وبرضو أحدث صورة لمحسن محي الدين هتشوفوا برضو في تغييرات في شكله كتير. الفنانة المعتزلة نسرين واحدة من الفنانات التي امتلكن وجه مميز أطلت به على عالم الفن لفترة قصيرة، قدمت خلالها عدد من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون قبل أن تعتزل تماما هي وزوجها الفنان محسن محي الدين. الفنانة الجميلة نسرين. نسرين ولدت في يوم 20 نوفمبر 1960 واسمها بالكامل نسرين محمد أحمد عبد السلام. حصلت على بكالوريوس معهد الكونسرفاتوار، وتزوجت من الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي الذي غنت معه كطفلة أغنية البالونة، وكان يكبرها وقت الزواج ب20 سنة. هنا وهي بتعمل أغنية البالونة. في صورة نادرة تحتفل الفنانة المعتزلة نسرين بعيد ميلاد ابنتها رنا برفقة زوجها الأول الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي. دي الصورة النادرة، نسرين وجوزها وبنتها رنا. الهاشمي احتفل بعيد ميلاد ابنته وهو على سرير المرض، حيث كان يعاني وقتها من أزمة صحية شديدة، ولكنه أصر على الاحتفال بعيد ميلاد صغيرته رنا. وفي صورة نادرة أخرى يظهر الهاشمي برفقة زوجتيه الأولى ندى والثانية نسرين. هنا على يمينه ندى وعلى شماله نسرين. محمد ضياء الدين مطرب وملحن سوري الأصل، تربى على عرش أغنية الطفل في مرحلة الستينيات ولغاية أواخر السبعينيات، ومع كل الأغنيات التي قدمت في السابق للأطفال ولغاية الآن بقيت أغنية البالونة أشهر أغنية في عالم الطفولة عند مشاهدتها في التلفزيون، ورغم ضعف إمكانيات التصوير وبساطة الديكور ظلت راسخة في الأذهان حتى الآن، وحتى كفيديو كليب تعتبر جميلة قياسا بما يقدم حاليا. الفنانة المعتزلة تزوجت بعد ذلك من الفنان محسن محي الدين، واشترك معا في كتابة فيلم شباب على كف عفريت، وكانت قبلها قد قدمت عدد من الأعمال السينمائية منها الحفيد وشيلني وشيلك. ده نسرين مع محسن محي الدين زوجها الثاني. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية نسرين والتي اعتزلت الفن في التسعينيات. دي صورة في شبابها. نسرين ظهرت في الصورة محجبة، والجمهور تغزل في شكل الفنانة المعتزلة والتي ابتعدت عن الشاشة نهائيا في عام 1991. دي صورتها، أحدث صورة ليها، دي بالحجاب لسه جميلة محتفظة بجمالها. هنا في لقطة من أحد أفلامها مع محسن محي الدين في شبابهم. صور نادرة وجميلة. في المسرح قدمت مسرحيات ليلة الزفاف، مسألة مبدأ، عالم يهوس، فندق الثلاث ورقات، آخر موضة، هلو دولي، وصانعة الألعاب. أما في التلفزيون فكان لها عدد من الأدوار المميزة في مسلسلات الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، كما قدمت فوازير جدو عبده مع الراحل عبد المنعم مدبولي. نسرين انضمت إلى قائمة الفنانات التي ارتدين الحجاب بعدما اعتزلت هي وزوجها،
ولم تظهر بعد ذلك في أي وسيلة إعلامية، وبررت اعتزالها بأنها لم تنسجم مع الوسط الفني هي وزوجها. هنا بعد ارتداء الحجاب مباشرة، يحتفل الفنان محسن محي الدين اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 بعيد ميلاده 60، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 1 نوفمبر من عام 1959. وكانت شائعات ترددت كثيرا مؤخرا حول عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل، خاصة بعد عودة كثيرات من المحجبات المعتزلات إلى الفن بالفعل، وآخرهن حلا شيح. ولكن الفنان محسن محي الدين زوج نسرين أكد عدم صحة هذه الشائعات مطلقا. دي صور ليهم مع بعض الاتنين زي القمر، يعني لايقين على بعض أوي، وهنشوف أسرار عنها وعنه واحدة صورهما حاليا. وأوضح محسن محي الدين أيضا أنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على الاعتزال، مشيرا إلى أن الفنانة المعتزلة نسرين تستمتع بحياتها بعيدا عن الأضواء. وقال محسن محي الدين في ندوة عقدت له في صدى البلد أنها اكتشفت عالما جديدا بعيدا عن الوسط الفني، ولكنها في الوقت نفسه لم تحتفي نهائيا على المستوى الاجتماعي. وهنشوف بقى مين زوجها قبل محسن محي الدين. مفاجآت، تعالوا نشوفها مع بعض واحدة صورها للحجاب. وفي 2011 استضافت الإعلامية إنجي علي الممثل المعتزل محسن محي الدين في حلقة خاصة من برنامجها يا مسهرني في استوديو يا مسهرني بقناة دريم، ودارت الحلقة دي أثناء الحلقة اللي استضافته فيها حول سبب اختفائه طوال الفترة الماضية وعلاقته بيوسف شاهين واعتزاله الفن. واستعدت إنجي لهذه الحلقة وقامت بالبحث عن كل الأخبار الخاصة به في أرشيف الصحف، نظرا لابتعاده عن وسائل الإعلام طوال السنوات الماضية. وكشف محسن عن نيته العودة للوسط الفني كمخرج، وأكد أن تخلفه عن حضور جنازة المخرج يوسف شاهين والذي رحل في 27 يوليو عام 2008 يعود لخوفه من كاميرات التصوير والعودة للأضواء التي كان مقررا الابتعاد عنها بسبب عدم رغبة النظام السابق في وجوده بالوسط الفني، مما جعله يقرر الاعتزال. بعد سقوطه قرر العودة وشارك في انتخابات السينمائيين الماضية. يذكر أن يوسف شاهين كان قد اكتشف محسن محي الدين الذي تخرج في قسم الإخراج في معهد السينما، وأشرك في بطولة عدد من أفلامه منها وداعا بونابرت أمام هدى سلطان وجميل راتب ومحسنة توفيق وباتريس شيرو. ده محسن محي الدين في مراحل من حياته. وفي أحد الظهورات له يعني في شبابه. وميشيل بيكول وأحمد عبد العزيز عام 1985 واسكندرية ليه وحدوتة مصرية واليوم السادس أمام الفنانة الراحلة داليدا. وفي عام 1990 لعب محسن محي الدين بطولة فيلم شباب على كف عفريت الذي تولى إخراجه أيضا، وشاركته بطولته زوجته الفنانة المعتزلة نسرين، وبعده فاجأ الوسط الفني باعتزاله هو وزوجته. هنا نسرين وفاروق الفيشاوي. وفي مقابلة مع الفنان محسن محي الدين تم سؤاله: لو فاجأك أبنائك أحمد ورانا أنهما يريد التمثيل، ما هو رد فعلك؟ فقال: جعلتهم يمثلا بالفعل وهما أطفال، ثم رفضوا التمثيل بعد ذلك. فرنا قدمت من أجلها مسرحية نسرين صانعة الألعاب وهي طفلة، بعد المسرحية قالت لي لا يمكن أمثل. كما قدمت لأحمد وليد وألمه العجيب وهو طفل وكان يمثل مع الكرتون، وقال لي بعدها لا يمكن أمثل على الرغم من أن تخصصه جرافيك ويحب الرسم، لكنه يقدم فنه بالرسم.
لذلك كل منهما فنان ولكن بشكل آخر، فلماذا رفض التمثيل؟ لأنهم رأوا المهنة وتعبها، وكل منهم له فكره وطريقته في الحياة، وفي ناس تستحمل التمثيل وناس لا، ففي كثير من الأوقات نعود من العمل فجرا أو في الصباح. لأنهم رأوا المهنة وتعبها، وكل منهم له فكره وطريقته في الحياة، وفي ناس تستحمل التمثيل وناس لا، ففي كثير من الأوقات نعود من العمل فجرا أو في الصباح. ده محسن محيي الدين، دي نسرين الجميلة. محسن محيي الدين قال عن أسباب ابتعاده عن التمثيل: كنت أصحح أموري ولم أعتذر، خاصة وأنا أؤمن أنه لا يوجد حرام مطلق، وكل مهنة يوجد بها الحلال والحرام. لذلك قررت أن أتوقف عن تقديم نوع معين من أنواع الفن. والقصة كانت في عام 1990 حينما قدم فيلم شباب على كف عفريت الذي أنتجه ووزعه بنفسه، وكان الموزعون حينها يرغبون في إفشال تجربته حتى لا تعمم، غير أن الفيلم نجح، وبعدها بمدة قصيرة توقفت السينما لاندلاع حرب الخليج، وهو ما جعله يقف وقفة مع نفسه ويقرر أن موهبته ليست ملكه إنما ملك الله، وهو ما جعله يقدم أعمالا تتفق وجهة نظره، حيث شارك في أفلام دينية ورسوم متحررة للأطفال، كما قدم عملا يحمل اسم خيط ضعيف عن علاقة المسلمين بالمسيحيين، كما قدم أفلاما عن التطبيع غير أنها رفضت من النظام، ورفض أن يتبرأ من أعماله التي قدمها من قبل، خاصة وأنها هي السبب في أن يتواجد في الوقت الحالي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم. قناة أخبار النجوم.